طب انا كده ضاضه ليش حبيبي انت جاي خصص كده ليه؟ والله راح ما اكلتني ولا اي حد اكلني خالص. يا روح قلبي ما اكلتش خالص ما اكلتش خالص خالص. شفت يا رضا، انا قلت لك ما تروحش من بابا يا رضا. روح معايا اكل. اكلتني انا ما باكلكش. اكلتني وشربتني وعملت كل حاجه، تديني فلوس وكل يا روح قلبي. شكرا يا رحمه، ربنا يخليك يا رحمه يا رب. تعرف تعمل لهم دوني زي اللي احنا صاملينه؟ ما انت كنت اهو رضا. انا اللي اغني وانا اللي هقعد اضرب. ايه بقول لك انا اللي اغني وانا هقعد اضرب؟ لا درامز، لا لا درامز، هو شغل الفنان. لا درامز اهو يا ابو رضا. ادي ابوك. حلوين 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 سلطان في نفسي وفخم، اما انت عيل رخم، وجودي يعمل أزمة وبلد كودي تتزحم. ايوه دلوقتي اول ما بيجي يدخل في جنبي قال لهم المعلم هنا اربط الحسين اربطوا الحسينة اسأل علينا الدنيا من يومنا على وضعينا. سلطان في نفسي وفخم، اما انت عيل رخم، وجودي يعمل ازمة وبلد كودي تتزحم. يعني ادفع لك 800 جنيه عشان تأكلها للكلاب؟ ايه؟ يعني انت تاكل مع الكلاب؟ دفع لك 600 جنيه عشان تاكل الكلاب كنتاكي؟ ها؟ بكلمك انا على فكره. ايه؟ اسكت يا ابني، بتاكلهم فراخ ليه؟ هات انا اقول انا. زهقان زهقان قوي قوي وزهقان. مالك يا ضاد؟ ماليش يا عبد الرحمن. ابو رضا يا ابني انا اللي اغني وانا اللي هقعد اضرب. بقول لك انا اللي هغني يا ابني وانا هقعد اضرب. لا درامز، لا لا درامز، انا شغل الفنان. لا درامز اهو يا ابو رضا. ادي ابوك كام؟ يعني ادفع لك 800 جنيه عشان تاكلها للكلاب؟ ايه؟ يعني انت تاكل مع الكلاب؟ اسكت يا ابني، بتاكلهم فراخ ليه؟ هات انا اقول انا. مساء عليكم. بعون الله بعون الله انا عارفه. جاي معانا فين؟ في الشغل. هتيجي تغني؟ اه ماشي، يلا بينا يا بابا. يلا بينا، مع السلامة. انا نامي، انا سامع الدنيا كلها، حتى ترمي اللي كنت عندي شعره.
ابوك زعلان وجع عندي بحاجه، قلت له طفش شويه مريضه نجيب. Thank you.